هاي ايفريوان، السلام عليكم. اليوم غادي نوجد معكم طاجين ديال الخضره، واليوم بغيت نهضر لكم على واحد الحاجه، لان انا اليوم مثلا عارضه على الناس، ماشي بالضروره نعرضوا على احبابنا ونجمعوا حنا وياهم، ماشي بالضروره ندير لهم المحمر والمجمر. راه هذاك المحمر المجمر وكثرت بان الواحد كيوجد وكيحكو وكيكتب ها هي ثومه وها هي بصيله وكيوجد وكيقاد، ما بقاوش الناس كيعرضوا على بعضياتهم، ولا كيقول لك انا لا بغيت ندير العرضه غادي تقام عليا بشحال. راه واخا تعرض عليا، راه شوف دابا اليوم انا راه دايره هذاك الشيء اللي عندي في الدار، مي صحابنا شحال هادي ما شفناهم، يلا جاوا من السفر وقلنا علاش لا ما نتجمعوا، وحيت ما عنديش الوقت، هما عارفيني بانني انا خدامه ودابا وقت الخدمه الصيف، لان كتكون الخدمه بزاف، راه ماشي بالضروره نجمعوا على دجاج محمر وعلى الرفيسه وعلى فهمتوا على شي حاجه اللي هي يا هكا كتاخذ منا الوقت. انا اليوم دايره الطاجين اللي هو ديال الخضره، ها نتوما غادي تشوفوه انا كيفاش كنديرو. درت ميها هي الاولى، شتو درت ميها هي الاولى، وها هما هي الخزوات ديالنا حيت هما اللي كياخذوا لينا الطياب. غادي نزيد سميتو عليه البطاطا، علاش قطعتهم هكا، نزيدو البطاطا، داكشي نقادوهم صفطوهم ونقادوهم صيبوه، راه ونبقاو نتلاقاو مع الحباب ونبقاو نديرو صلة الرحيم. راه ماشي بالضرورة خصني انا نطيب شي حاجة، انا داكشي اللي عندي، عندي واحد مشى راجلي الصباح جاب واحد الحوتة، وكان عندي واحد شوية تاع الكروفات، واحد شوية ديال السردين، حتى هو جاب لي واحد نص كيلو ديال السردين، وهاد الطويجين ديال الخضره، والله يجعل البركه، الله يجعل الشبكه. المهم راه ماشي هي الماكله، وعندي واحد البغيوش لان بقات نشفات كانت جاتني، قلت خليني نديرها سميتو عليه بحال البودينغ، فهمتوا ماشي بالضروره حنايا خاصنا نطيب شي حاجه وخاصني نوجد ونعاود وندير وهذا، وغادي ثاني نتكلف على راسي ابدا. صلاه الرحم ما عمرها ما كانت كلفه، يعني حيدوا منكم هذا. وعندي هنايا واحد هادي، مي غادي ندير مطيشه هنايا قطعتها، شفتوها هاد المطيشه قطعتها هنايا، غادي نجيب الجلبانة اللي هي يا هكا، عادي عرفتي طويجين عادي كيجيو غزال صدقوني. وهنايا هانتوما كاع شتو هذاك اللي بغيتو تصلو معاه الرحيم، وغادي يبدا ينتقدكم على اشنو حطيتو ليه واشنو درتو ليه، مالكم ما ديرو بيه. التويمه نعاود نصيبها هنايا، شفتو هنايا غادي نجي باش ندير، غادي نغطي عليه هكا، وهنايا غادي نجي باش ندير العطريه في واحد الجبانه في الماء، ها نتسخر هذا الشيء. هذه نفسها اللي درت فيها مطيشه غادي ندير فيها ميها، ندير فيها ميها، غادي تشوفوا اش غادي ندير. العطريه ديالنا العاديه اللي هي يا الخرقوم، ندير معلقه ديال الخرقوم كتشوفوا هكا، شويه ديال السكنجبير حتى هي واحد نص معلقه، شويه الكمون، شويه غير نتيفه غير المذاق، وهنايا واحد شويه الكرويه باش ما ينفخوش، وكندير واحد، انا دائما شوفوا انا دائما عندي واحد جوج حبيبات ديال المسكه الحره ولا حبه كبيره. المسكه الحره ضروري ما كنديرها في سميتو عليه في الماكله ديالي، ضروري في اي ماكله كندير انا المسكه الحره، وشويه القزبر يابس، وبيان سور الملحه، شفتوا، وبيان سور لي كيقاد كلشي هو المصير، كنقطعو حتى هو هكا واحد نص مصيره، كنخلط هادشي مزيان، كنحل داك الطاجين
بون، خليني نعاود ثاني نسخر لكم هذا الشيء. ها هو الطاجين، غادي ندير عليه هذا الشيء، نزيد واحد شويش الماء. انا الزيت ما كنديرو حتى كتقرب الطيب، ومره مره راه كيف العاده غادي نسقيو بميها من هنا، وغادي نسقيو هذا الشيء اللي هنايا وصافي، كنخليه يطيب على راحته. دابا كنخليه مجهد حتى يغلي، عاد نقص عليه على راحته يطيب، ولا كان على المجمر احسن واحسن. بقاو معايا باش تشوفوا المقادير ديال الشيء الاخر كيفاش غادي ندير ليه. ايوا لا بغينا نديرو الدسير، قال ما قال. دابا عند اليونان عندهم لي باك، فين ما شي حد كيجي عندك كيجيب لك هاد البغيوشه هادي. ايوا جاني بزاف، شنو ندير ما ندير، غادي نديرو بودينغ صافي. هادشي اللي كاين، هادي هادي راه ماشي شعره، هادي راه شقه، غادي ندهنها بالزبده مزيان. عرسو حد هنا ما كاين دايت، اللي بغى الدايت ويدير الدسير ما كيتلاقاش هذاك الشيء. هكا خلينا السليديه. دابا هادي غادي نحيدوها على جنب، وغادي نجيب هادي نحك واحد الحامضه انا داكشي اللي عندي. المفروض نورمالمون كندير لا كريم، غادي ندير واحد هاد اللوفيغ بنكهه الزهر، وواحد الفاني، كاع النكهات. وغادي ندير، ما عنديش الحليب وما عنديش لا كريم، وعندي هاد الحليب ديال الكوكونات، نتوما راه تقدروا ديروا اللي بغيتوا. غادي نخويه ونرجع، وحيت انا كيف ما قلت لكم ما عندي لا حليب لا هذا، هذا غير 400 ملل، خاصني نص لتر. غادي نزيد نسلي ومن هنيت باش ما نزيدش السكر صافي، و توتال 500. اش غادي نزيد؟ غنزيد ثلاثه البيضات. غادي نزيد، قلنا كوكونات ميلك، قلنا الحليب ديال الكوكو اولا لا ما درتوش. غادي نزيد واحد جوج معالق ديال الكوكو، شتو انت ما كيتواتها. غادي نزيد واحد شويه ديال الزبيب، غادي نزيد عندي واحد شويه ديال التوت، الا ما عندكمش بلاش، غير الزبيب راه قادي باش زعما نديرو ليها الشان. غادي نزيد واحد شويه الكوجي، غادي نزيد لها يا لالا واحد شويه الكركاع، غادي نتفوبرو عليها. شتوها هو الكركاع، غادي غير نقطعها هكا نخلطو دابا كلشي مزيان، غادي نمشي نحط الفران على 180 درجة على الفرفارة، نبقى ونرجع معاك. وعندي واحد شوية ديال بيستاش، هاهو نحطو نتفوفرو عليها، فهمتو؟ ديروا عليها غير شويه شويه من الحاجه، كاع داكشي اللي عندكم في الدار تقدروا تخرجوا منه شي حاجه، ماشي بالضروره. والعيالات كلهم هيا في اي بلاد راه مبتكر، شفتوا كيف الله هذا الخليط. ودابا غادي نجيو ها نتوما كاشتي كي كنقطعوه، ها اي تقطيعه تقطعيه هو هذاك.
انا غادي ندير ليه هكا باش كيجيني ساهل صافي. كنحطيه نغطسو مزيان شتو، خاصنا نخليوه يشرب شويه. كي غادي يجي هذا ولي ولي غير الدوقه راه واعر. نشربو ونشوف الى بقى خاصو غادي نرجع لكم. ايوا دابا من بعد ما نشوفو كيف شربات شو زدت عليها شي حاجه وشربات، غادي نجيبو هذا ديالنا غادي نكب هادشي. شوفوا شحال سهله. ندفعوها لان راه غادي تنفخ. عرفتي كي كتبان مع هذاك سميتو عليه البيستاش الريحه، الريحه راه بحال الغريبه السميده مع الكوك حيت كاين الزهر والحامض. نجيبو صافي. غادي ندير دابا كنجيب الزبده. شوفوا انا كاع هذا كنستعمل البريزيدون. شوفوا هي غاليه شويه ولكن هي كنلقاها انا هي الزبده الممتازه. نجيب واحد شويه تاع السكر ولا شنو ولا هاد الحليب المركز المحلى باش نقلب على السكر، هو اللي غادي يعطينا هذيك الحموريه ديال الفوق. صافي ندخلوه الفران على 180 درجه ونخليوه يطيب. ايوا هنا غادي نبداو في الحوت. حنينتي انتي غادي نوريك كيلو ديال السردين. ها هو غادي نحيد ليه السلسول باش نديرو في الفران. ها هي الحوته اللي لقى هي هاد. شتو هادي هي الحوته اللي لقى غادي نديرها في الفران. ايوا وعندي الكتابات انا في الفريكو راه غادي حتى هو نطيبو. هادشي اللي كاين، خليني نغسل هذاك السردين ونديرو شرحات ونرجع معاك. وهنا غادي نبداو بالسردين. ها هو غسلتو شد واحد الثومه كلشي غادي نديرو هنايا. نشد واحد شويش البصله اخرى الثومه شد واحد شويه تاع القزبر ومعدنوس تاع هنايا هيك بيان سيغ الحامض المصير والجيلاتين ديال الحامض المصير. شفتوها المهم نديرو غير هاديك الجيلاتين وهذا المذاق روعه. وغادي نديرو فن 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 هنايا
ها هو وجد، شفتوا وجد وجد وجد. ندير هنايا غندير واحد المعلقه ديال، ما حرش بزاف هذه الهريسه غير كتعطيني المذاق. ونحطوا الاقامه، شويه الكمون، خرقهم بلدي، شويه سكينجبير، شويه قزبر يابس، شويه البابريكا علقه، شويه ديال الملح ماشي بزاف، الزيت البلديه، ونعصروا الحامض. ها شفتوهم العلف كيبقى في الديكون. وغادي نخلطو ونجلطو مزيان، تقدروا تخلوه مرق الا بغيتو الا عندكم الوقت، انا ما عنديش الوقت اخيتي، كنت باغا نديرو في الفران صينية تاع الفران، ولكن من بعد قلت غادي نديرو في واحد تاكرا. بقاو معايا في واحد تاكرا، في واحد تاكرا يا لالا كندير كاع هادوك العويدات ديال المعدنوس والعويدات ديال القزبر باش ما كيلصقش. غادي نديرو البصله اللي شلطتها غليظه هي الاولى، كندير الخضره كلها هي الاولى. هاتو تقدروا ديروا بطاطا، خيزو اللي بغيتو. غادي نزيد الفلفله حلوه، نقلب عليها ونجي، غادي نجيب الفلفله حلوه، تقدروا ديروا الفلفله مشويه كتجي غزاله معايا يا لالا. غادي ندير واحد الميها حتى كيتشوف، غادي نجيب السردين ديالي يا لالا غادي نستفو. انا راه كنستفو بحال هكا، شفتو كنديرو بحال هكا، وغادي نبقى بشويه بشويه حتى نستف كاع السردينات ديالي. بقاو معايا تنسالي وغادي نرجع معكم. ايوا هانيا لالا ستفتهم، شفتوهم هادشي اللي بقى الشرموله. غادي نزيد عليها هاد المطيشه، نخلط ونجلط صافي، وغادي نديرها من الفوق هكا، ونزيد عليهم واحد شويش الماء ضروري من الموز صغاري، نزيد شويه ثاني تاع الماء ما درتش بزاف. انا ما نقولش لكم الطاجين درتو وخليته على راحته، انا بالمزروبه فيه باش ديرو خليه على راحته، تقدروا ديروا الزيتون الا بغيتو، وهذا الحامض المصير. شو غادي نجيب واحد المزود تاع الفلفله الحاره هو اللي غادي يقاد الميزان. المهم المزود ديال الفلفله الحاره طار ما بقاش، صافي غادي نغطيو عليه ونخليوه هذا الشيء يطيب، وغادي ندوزو اشنو عندنا من بعد. عندنا باقي الكريفات، ما عرفتش كيفاش غادي ندير لهم، واش نديرهم دي بات اولا غادي نديرهم ما نعرف، خلينا نشوف واشنو كاين. اجي نوريكم في هذه الوقيته، ها هو البودينغ، ها هو تقاد، شفتوا كيفاش جبت بعدو شويه، شوفوا 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 الغزاله تقادات، نحيدوها ونخلوها تبرد راه طاب صافي. Thank you.
غادي نقص نوت شوي. They're very nice.